السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي خواتاتي في قناة أم أروى. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مختلف تماما على اللي مولف انني نحط لكم في القناة ديالي. غادي نهضروا على الموضوع اللي شاغل العالم كله، اللي هو هذا الفيروس كورونا او لا كوفيد 19 اللي كيتسمى ايضا كوفيد 19. غادي نهضر لكم على هذا الوباء. هذا دابا راكم عارفين بلي هذا الفيروس منتشر في العالم كامل، يعني العالم كله في هذا الفيروس. الله يحفظ ويحضر السلامة. فباش نحاربه او لا نواجه هذا الفيروس هذا بإذن الله، اهم حاجة واول حاجة ديروها انكم تتبعوا الخطوات اللي قالتهم لنا الدولة ديالنا. كل واحد يتبع الخطوات اللي قالتهم السلطات والمسؤولين. فمثلا نحاولوا اننا ما نخرجوش من البيوت او من الديور ديالنا، نحاولوا اننا نبقاو في الدار، ما تخرجوش غير الا يعني للضروره. والا خرجنا ما نمشيوش للاماكن اللي فيها بزاف ديال الناس، ونحاولوا اننا ملي ندخلوا نغسلوا يدينا واحد يعني نغسلوا مزيان يدينا، ماشي غير نديروا شويه ديال الماء وصافي. غسلوا يديكم مزيان بالصابون، وحاولوا انكم تكونوا يعني مسؤولين وتردوا البال. مت يعني هاد المسألة هادي راها خطيرة، وفي نفس الوقت خص الواحد يكون واعي ويعرف شنو كيدير. راه المصلحة ديال يعني بزاف ديال الناس، ماشي غير ليا انا ولا يعني. بهالطريقة غادي نحمي كاع الناس، اللي غادي نحمي الناس ونحمي المجتمع. فالله يجازيكم بخير، ردوا البال مزيان مع هذا الفيروس. تاني حاجة الله يجازيكم بخير، ما تنشروش الرعب وما تنشروش الإشاعات. يعني الواحد ما يقولش الحاجة اللي ما عارفهاش، لأن هذا الفيروس هذا فعلا خطير، لأنه كينتشر بواحد السرعة كبيرة. ولكن النسبة ديال القتل او الناس اللي كيموتوا راهم خلال الحمد لله. غير الواحد يحاول انه ما يعني ما ينشرش الرعب هكذا في المجتمع، ويكون مسؤول على يكون مسؤول ويعرف شنو كيقول. المهم احنا نحميو ريوسنا ونحميو وليداتنا، باش نحميو الناس المسنين والدينا يعني الناس اللي هما يا شريحة اللي كتعرض اكثر للوفاة بهذا الفيروس هذا. فنتمنوا الخير باذن الله، والواحد يطبق كما قلت لكم الاوامر، وما غادي يكون غير الخير باذن الله. واخر حاجة اننا نكون متضامنين، يعني لحميتي راسك والاخر حمى راسو والاخر حمى راسو، فغادي نقدروا نحميو المجتمع كامل. وما نكونوش انانيين، والناس ما يمشيوش يشريو يعني بزاف ديال التقضيه هكذا. راه بهذيك الطريقه كطلعوا الاسعار للناس اللي يعني ما في حالهمش. كنتمنى لكم صحه جيده باذن الله، الله ينجينا وينجيكم من هذا الفيروس وينجيكم الامراض. فالوقايه خير من العلاج، غير الواحد ما يستسلمش الخوف والهلع، لان في هاد المواقف هادو الواحد خاصو يحضر عقله. بالسلامة عليكم.